طيب تعالوا نشوف بقى مصادر الحصول على الموظفين في الشركات الدولية. عندي مصدرين، مصدر داخلي أو مصدر أفقي. مصدر الداخلي بيبقى من بين العاملين في الشركة وفروعها، زي عندي أسلوبين فيهم، أسلوب تحرك أفقي وأسلوب تحرك عمودي. أسلوب التحرك الأفقي بيتم من خلال التنقلات بين الموظفين والعاملين في إدارات الشركة وفروعها الخارجية. أسلوب التحرك العمودي بيقوم على ترقية موظفيها الإداريين من وظائفهم الحالية إلى وظائف أعلى. المصادر الخارجية تلجأ الشركات الدولية إلى مصدر خارجي للاستفادة من الخبرات الجديدة وإمكانية التغيير في العادات والقيم القديمة، وتعتمد هذه الشركات على المصادر التالية: طبعا طلبات التوظف تحصل عليها التي تصل إلى المركز أو الفروع، الجامعات أو المعاهد العليا، الموظفين العاملين في شركات دولية مماثلة. تكاليف فشل بعض الموظفين وأسبابه. من الصعب تجاهل حالات الفشل اللي بتواجه الشركات الأمريكية في اختيار وتعيين بعض الموظفين، وأوقات كتير بيبقى في بعض من الموظفين بيرجعوا عشان مش قادرين يعودوا في البلاد وعدم قدرتهم على أداء المهام. المشكلة إن التكاليف، إن الواحد بيصرف، الشركات بتصرف على الموظف تكاليف بتتراوح سنويا بين 40 ل 250 ألف دولار. التكاليف دي بتشمل السفر، السكن، الرواتب، التدريب، خدمات مدارس، صحة، نوادي، فقدان إنتاجية. السبب الرئيسي إن بعض الموظفين المغتربين من البلد الأم هو عدم قدرتهم على تحمل الغربة، الابتعاد عن العائلة والأصدقاء والبيئة العامة في بلدانهم التي اعتادوا الحياة عليها منذ فترة طفولتهم. طبعا التحديات اللي زي ما احنا قلنا من شوية ان هي بتواجههم، هما بيشتغلوا ببيئة غريبة، صعب ان هما يتأقلموا عليها، بيقابلوا ضغوط نفسية اجتماعية بتجعل الموظف الأجنبي يشعر بأنه منفي من بلده، بيعاني من قلق، صدمة ثقافية، عدم ثقة بالنفس، رفض البيئة الجديدة. بعد فترة بيقل حماسه عن العمل في ثقافة غير مألوفة بتنعكس سلبا على إنتاجيته وفاعليته في العمل. أجمعت الأبحاث إن عشان أحد من المشاكل دي، إن أنا ممكن أعمل إن الشركة الدولية النشاط تعطي الحرية المطلقة للموظف في قبول أو رفض المهمة الخارجية اللي بتعرض عليه. رقم اتنين، إن يكون لديه فكرة أو خلفية عن طبيعة العمل قبل سفره. زي ما قلنا إن لازم يبقى الموظف يبقى عارف هو هيقوم بإيه، طيب إيه طبيعة المهام اللي هيقوم بيها لو رجع أو عاد لشغله تاني الأساسي هيشتغل فيه، أو إيه المهام الخارجية بتاعته اللي هيقضي بيها. أربط ما بين أداء المهام الخارجية للموظف والمسار الوظيفي في شركتهم، وحدد المدة الزمنية التي بيستغرقها المهام الخارجية. طيب إيه هي العلاقات اللي موجودة في طبيعة عمل المغترب أو المغتربين؟ اول حاجه عندي طبعا موجود اساسي المدير الدولي، لازم يبقى ليه علاقات بيه، علاقات مع حكومه البلد المضيف عنده، لازم يبقى فيه علاقات مع داخل الشركه، عنده علاقات مع العملاء، عنده علاقات اسريه، عنده علاقات خارجيه، وفي كل ده لازم يبقى معاه علاقات مع رئاسه الشركه في المركز الام، وعنده علاقه مع حكومه البلد الام. كل دي علاقات متداخله بتدخل في طبيعه عمل المغترب. السؤال لو الأسئلة اللي المفروض إن أنتوا تردوا عليها: ناقص 3 بدائل مؤثرة لاختيار الكادر الوظيفي لإدارة الأعمال. عملية للمناقشة: تعمل شركة دولية النشاط في ألمانيا بصناعة منتجات العناية بالصحة، وكل العاملين بالشركة الأم أو المركز من ألمانيا، ولها شركات تابعة تبلغ عددها 180 شركة يتم إدارتها على مستوى العالم، ويتطور دخلها السنوي بصفة مستمرة، وبالتالي بتحقق أرباح متزايدة بسبب نشاط مبيعاتها في دول العالم. وبالنسبة للشركات التابعة لها بدول العالم، يتم شغل رؤساء تلك الشركات من البلد الأم ألمانيا، وبالنسبة للمستويات التنظيمية الأخرى فيتم شغل الوظائف من البلد المضيف بناء على فحص السيرة الذاتية وإجراء المقابلات والاختبارات اللازمة لكل متقدم لمعرفة قوة توجهها الدولي، مع تفضيل الأفراد الذين حصلوا على مؤهلات من خارج أوطانهم للعمل ببلادهم في فرع الشركة التابعة دولية النشاط. والمطلوب منك في ضوء ما تم شرحه سابقا، ابداء رأيك في قيام الشركة دولية النشاط بالحالة السابقة بتوظيف كل العاملين بالمركز الرئيسي للشركة بألمانيا، وكذلك رؤساء الشركات التابعة لها على مستوى العالم من البلد الأم للشركة بألمانيا. 2، وضح رأيك في قيام الشركة بتوظيف المستويات التنظيمية الأخرى من البلد المضيف بها كل فرع للشركة داخل كل دولة. هل يمكن للشركة دولية النشاط الاعتماد من البلد الثالث ولماذا؟
تحديد مقترحاتك لعلاج التحديات التي تواجه الموظفين المغتربين في الشركات الدولية النشاط. حدد باختصار أنواع العلاقات المتداخلة مع أصحاب المصالح والتي تواجه طبيعة عمل المغتربين في الأعمال الدولية.